بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم معانا في حلقة جديدة مع رحال، البرنامج اللي بيتكلم عن كل حاجة بتخص الحضارة والتاريخ. احنا لسه مكملين في سلسلة شخصيات تاريخية. الشخصية اللي معانا النهاردة هو واحد من أعظم العقول اللي عرفتها الثقافة الإسلامية، وخصوصا في القرون الوسطى. كان باحث مسلم ورحالة وفيلسوف وفلكي وعالم جغرافيا وجيولوجيا وفيزياء ورياضيات وصيدلي ومؤرخ ومترجم وعالم لغويات وعالم تسلسل زمني. هو أبو الريحان محمد ابن أحمد البيروني. اتولد في 2 من ذو الحجة عام 362 هجريا، الموافق 5 سبتمبر من عام 973 ميلاديا، في بيروني في خوارزم، وهي التابعة حاليا لأوزبكستان. والبيروني بلغة خوارزم تعني الغريب أو الآتي من خارج البلدة. عاش البيروني في العصر الذهبي للإسلام، واللي كان فيه البحث العلمي بيتم جنب إلى جنب مع منهجية وتفكير الدين الإسلامي، واللي شجع على دراسة علم الفلك وإجراء الأبحاث. قضى البيروني أول 25 عام من حياته في خوارزم بيدرس الفقه الإسلامي والنحو وعلم الكلام والرياضيات وعلم الفلك والطب والفلسفة، وكان له باع في علم الفيزياء ومجلات تانية كتير. كمان أتقن العديد من اللغات غير العربية زي الخوارزمية والفارسية والسنسكريتية والسريانية والعبرية التراثية واليونانية. سافر البيروني إلى بخاري، وبعدين راح للدولة السمانية تحت قيادة الإمبراطور منصور الثاني ابن نوح، وهناك راسل ابن سينا، ودي كانت فرصة مهمة ليه لتبادل الرؤى ما بينهم. وفي عام 998 ميلاديا قصد بلاط أمير زياريون بطبرستان، وهناك كتب أول أعماله المهمة بعنوان الآثار الباقية عن القرون الخالية، واللي بيتكلم فيه عن التسلسل الزمني العلمي والتاريخي، وكلام ده تقريبا حصل في عام 1000 ميلاديا. ولما رجع لموطنه وبعد سقوط إمارة غزنة على يد محمود ابن سوبكتكين، ألحقوا مع طائفة من علماء البلاط، والكلام ده سنة 1017 ميلاديا. أصبح البيروني عالم الفلك والمنجم الخاص بالبلاط، وصاحب محمود أثناء غزواته في الهند، وعاش هناك سنين كتير. وقتها كان عمر البيروني 44 عام، وأصبح البيروني على معرفة بكل الأمور المتعلقة بالهند، وهناك اتعلم بعض من اللغة السنسكريتية. وفي أثناء الرحلة دي كتب البيروني دراسته عن الهند وأنهاها عام 1030 ميلاديا، ونشر ثاني مؤلفاته الكبرى بعنوان تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة، وبسببه ذاعت شهرته كعالم في الهنديات. واستكشف البيروني كل جانب من الحياة الهندية تقريبا، زي الدين والتاريخ والجغرافيا والجيولوجيا والعلوم والرياضيات، لكن مهتمش قوي بالتاريخ العسكري والسياسي. كمان ترجم أعمال الحكيم باتنجالي بعنوان ترجمة كتاب الباتنجالي في الخلاص من الارتباك، واتكلم البيروني في كتابه عن لماذا يكره بعض الهندوس المسلمين، وإن الهندوسية والإسلام مختلفين عن بعضهم جدا. وفاز البيروني بترحيب الباحثين الهندوس، وأصبح فصيح في اللغة السنسكريتية، وده سمح له بترجمة رياضيات وعلوم وطب وفلك الهندوس وغيرها من مجالات كتير للغة العربية، والكلام ده كان في القرن الـ11. انبهر البيروني بحجج العلماء الهندوس واللي بيقيموا الدليل على كروية الأرض باعتبارها الطريقة الوحيدة لتفسير اختلاف ساعات النهار بالمواسم وخطوط العرض وموقع الأرض النسبي للقمر والنجوم، ووضع تصور مبدئي للاسترلاب كوسيلة لقياس طول الشمس. اهتم البيروني بدراسة التقويم الهندي، وطور منهجية لتحويل تواريخ التقويم الهندي لتواريخ 3 من التقويمات المستخدمة في الدول الإسلامية في الوقت ده، وهم الإغريقية، العربية الإسلامية والفارسية. كمان وظف علم الفلك في تحديد نظرياته، واللي سمحت بتحويل التاريخ والسنين بين التقويمات المختلفة، وسجل البيروني قصص عن حكام الهند، وكان موضح فيها كيفية حكمهم وأفعالهم المفيدة وإزاي كانوا بيتصرفوا لمصلحة شعوبهم. ووصف البيروني جغرافية الهند في عمله، وده اللي ساعد المؤرخين المعاصرين في تحديد موقع بعض الوجهات في الهند الحديثة. واهتم البيروني بعلم الإنسان، وكتب عن الناس والعادات والأديان الخاصة بشبه القارة الهندية. كمان وثق كل شيء عن الهند، لكنه أشار لعدم ثقته في بعض الروايات واللي تلقاها من الهنود الأصليين، وحاول أنه يتحرى الدقة قدر المستطاع. وبيستشهد البعض بكتابات البيروني علشان يتأكدوا من المعلومات التاريخية اللي موجودة في المصادر التانية واللي ممكن تكون مبهمة أو دقتها محل مسألة. درس البيروني الرياضيات على يد العالم منصور ابن عراق،
وخصص 95 كتاب من أصل 146 كتاب معروفة ليه لدراسة علوم الفلك والرياضيات والجغرافيا، وساهم في كده أنه كان بيحتاج تحديد لاتجاه القبلة علشان الصلاة في كل مكان، وده اللي بيحتاج دراسات فلكية دقيقة. كانت دراسات البيروني المتعلقة بعلوم الفلك بتتركز معظمها على النصوص الرياضية والعلمية، أما التنبؤ الفلكي فذكروا في الفصل الأخير فقط، ووصف الأبراج الفلكية بأنها مجرد شعوذة. وفي وصفه الاسترلاب أبو سعيد السجزي لمح البيروني للنقاشات حول حركة الأرض، وادعى أنه حل المسألة دي في كتاب بعنوان مفتاح علم الهيئة، إلا أنه ما تبقاش له أثر لحد اليوم. كمان هاجم فيزياء أرسطو للأجرام السماوية، ونفى نظرية بطليموس حول ثبات الشمس. ورسم البيروني نماذج مختلفة وعديدة الأدوات مختلفة تم اعتبارها نماذج بدائية لبعض الاختراعات الحديثة واللي استخدمها العلماء بعد كده علشان يكملوا اختراعاتهم زي الساعة والاسترلاب. وفي عام 1749 ميلاديا استعملت بيانات البيروني حول الكسوف من قبل دانثرون علشان يحدد تسارع القمر، وتم إدخال بياناته في السجلات التاريخية الفلكية، واللي لا تزال بتستخدم لحد النهاردة في علوم الفلك والعلوم الجيوفيزيائية. جمع البيروني أبحاث علم الفيزياء الساكنة مع علم الحركة، ووضع أساس العلوم الهيدروديناميكية. وافترض البيروني في أحد كتبه وجود قارة أو أكثر ضمن المساحة المائية الشاسعة واللي بتفصل بين قارتي أوروبا وأسيا، وقال إنها مأهولة بالسكان، واستنتج ده على أساس حساباته الدقيقة لقطر الأرض، واعتمد على تقدير المساحة لقارات العالم القديم الثلاثة وهم أسيا وإفريقيا وأوروبا. والكلام ده أثبتوا صحته بعد كده لما اكتشفوا القارتين الأمريكيتين. ومن أهم إنجازات البيروني في علم الأدوية هو موسوعة دوائية شاملة في كتاب باسم الصيدلة في الطب، واللي فيها وصف جميع الأدوية اللي كانت معروفة في الوقت ده ومرادفاتها في اللغات المختلفة، والكتاب ده كتبه في أواخر حياته. وفي مجال علم المعادن استطاع البيروني أنه يركب جهاز يستخدم في تحديد الكثافة النسبية لعدد من المعادن والعناصر الطبيعية بدقة عالية جدا واللي مقاربة للنسب الموجودة حاليا. وبيعتبر بيروني واحد من أهم العلماء والمرجعيات التاريخية الإسلامية في مجال تاريخ الأديان، وكان رائد في مجال دراسة مقارنة الأديان، وده بدراسته للمعتقدات المختلفة زي الزرادشتية واليهودية والهندوسية والمسيحية والبوذية والإسلامية وغيرها من الأديان، وتعامل معاهم بشكل حيادي علشان يفهم أفكار ومنطق كل واحدة منهم من غير ما ينفي معتقداتهم. وفي مجال الأدب كتب شرح ديوان أبي تمام ومختار الأشعار والأثار، ده غير مؤلفاته الكتير في الفلسفة زي كتاب المقالات والآراء والأديان ومفتاح علم الهند وجوامع الموجود في خواطر الهنود وغيرهم. كمان كتب العديد من المؤلفات في مسائل علمية وتاريخية وفلكية، وله مساهمات في حساب المثلثات والدائرة وخطوط الطول والعرض ودوران الأرض والفرق بين سرعة الضوء وسرعة الصوت، بالإضافة إلى أنه كتب في تاريخ الهند. كانت معظم أعماله مدونة باللغة العربية إلا كتاب واحد، وهو من روائع الكتب بتاعته بعنوان كتاب التفهيم لأوائل صناعة التنجيم، والكتاب ده اتكتب باللغتين العربية والفارسية، وفيه ظهرت براعته بكلتا اللغتين، وهو كتاب مكتوب بأسلوب الأسئلة والأجوبة عن الرياضيات وعلم الفضاء. وغير كل الكتب دي في مؤلفات تانية مهمة جدا للبيروني زي كتاب الآثار الباقية عن القرون الخالية، وهو دراسة نقدية مقارنة لتواريخ وثقافات الحضارات السابقة، وبيحتوي على معلومات فلكية ورياضية وتاريخية. كتاب التقويم الملكاني، وهو نص عربي مترجم للفرنسية ومقتبس من الآثار الباقية عن القرون الخالية. كتاب القانون المسعودي، وهو موسوعة عن علم الفضاء والجغرافيا والهندسة أهداء لمسعود ابن محمود ابن سوبكتكين. كتاب الجماهر في معرفة الجواهر، وهو دليل جيولوجي في معرفة العناصر المعدنية والجواهر أهداء لمدود ابن مسعود الغنزاوي. وتوفى البيروني عن عمر يناهز 75 عام في 29 من جماد الآخر سنة 440 هجريا الموافق 9 ديسمبر عام 1048 ميلاديا. وبعد وفاته وخلال فترة حكم العائلة الغنزوية والقرون اللي لحق ليها، ما استخدمش المؤلفين كتبه بشكل كبير، ومظهرتش وانتشرت بشكل واسع إلا في الغرب الأوروبي بعد مرور مئات السنين على وفاته، خصوصا كتابه عن الحضارة الهندية واللي كان مهم جدا لنشاطات الإمبراطورية البريطانية في الهند، وده في القرن 17.
وفي عام 1974 ميلادياً أنتج فيلم عن حياة البيروني في الاتحاد السوفيتي، كمان تم إطلاق اسمه على إحدى الفوهات البركانية على سطح القمر، إلى جانب 300 اسم لامع منهم الخوارزمي وأرسطو وابن سينا. كمان أطلق اسمه على الكويكب البيروني 1936. وفي يونيو عام 2009 قامت إيران بإهداء جناح أثري لمكتب الأمم المتحدة في فيينا، وضع في القصر التذكاري المركزي في مركز فيينا الدولي، وتسمى الجناح ده باسم جناح العلماء، وهو بيحتوي على تماثيل لأربع علماء إيرانيين بارزين، هم ابن سينا، أبو ريحان البيروني، أبو بكر محمد ابن زكريا الرازي، وعمر الخيام. وبكده تخلص حلقتنا النهاردة، واشوفكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة مع الرحال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.